ازيكم يا جماعة؟ الكذا فيديو اللي جايين ان شاء الله هيبقى التوبيك بتاعنا هو النات. النات من اهم المواضيع اللي لازم اي حد هيشتغل في النتورك يبقى عارفها كويس جدا، وعارف الانواع بتاعتها، وعارف ازاي يشتغل بيها. ممكن تكونوا سمعتوا عنه قبل كده، وممكن تكون دي اول مرة تسمعوا عنه. فتابعوني في الفيديوهات اللي جاية وان شاء الله نفك كل حاجة خاصة بالناتينج. بس قبل ما نفهم ايه هو النات، عايزين نفهم ايه الفرق بين الـ Private IP والـ Public IP. الحتة دي مهمة جدا برضو، ومحتاجين ان احنا نبقى عارفينها كويس جدا قبل ما ندخل في الحوار بتاع الناتينج. الـ Private IP يا جماعة هو الـ Local IP، والـ Public IP هو الـ Real IP او الـ Global IP. ايه القصة؟ قالك دلوقتي اي IP زي ما قلنا قبل كده المفروض يكون يونيك، والمفروض ان مفيش IP زي التاني. يعني مثلا الIP بتاع google.com مفيش ولا ويب سايت تاني واخده، الIP بتاع facebook.com مفيش ولا برضو ويب سايت او اي بلاتفورم تاني واخده. فالIP اللي حد بياخده المفروض ان محدش تاني ياخده خالص. ليه؟ قالك علشان دلوقتي الIP اللي حد بياخده ده بيبقى registered للحد ده، يعني هو اشتراه وبقى متسجل ليه، وبقى معمول له زي راوتينج ان انت لو عايز تروح للاي بي ده هتمشي في السكة الفلانية لحد ما توصل. فالعملية دلوقتي ان المفروض كل اي بي متسجل ومتباع لجهة معينة عشان تقدر تستخدمه ليها هي بالذات. فالمفروض ان احنا كلنا كده، يعني المفروض ان انا برضو عشان اقدر اطلع انترنت لازم يبقى ليا اي بي متسجل ليا، علشان انا لما اكلم حد الحد ده يقدر يرد عليا. يعني مثلا انا هاخد اي بي مثلا 11 11 11 11. فالفكرة ان المفروض انا هكلم جوجل دوت كوم، فجوجل دوت كوم هيبقى بيرد على 11 11 اللي هو بتاعي ده، فلازم 11 11 ده يبقى متسجل لي برضو علشان يبقى فيه سكة معينة المفروض ان الداتا بتاعت جوجل دي هتمشي فيها لحد ما توصل لي. يبقى كل اي بي على الانترنت المفروض ان هو ريجسترد لجهة معينة علشان يقدر الناس توصل للجهة دي عن طريق الايه، الانترنت تيبل او الجدول اللي بيبقى فيه كل الاي بي هات اللي هي مستخدمة على الانترنت، وفي ازاي انك تقدر توصل لكل اي بي من دول. يبقى تقدر تقول ان كل اي بي بيتباع بيبقى متسجل في جدول معين، وبيبقى المفروض متحدد له سكة معينة تمشي فيها عشان تمشي او تقدر تمشي او توصل للاي بي ده بالذات. ده بالنسبة يا جماعة اللي انا قلته ده تعريف البابليك او الريل او الجلوبال اي بي. بس العملية دي بالنسبة للشركات هتبقى عملية مكلفة جدا. ليه برضو؟ علشان انت في شركة معينة ان شاء الله حتى لو في البيت هيبقى عندك مثلا 5 اجهزة، 10 اجهزة، 100 جهاز، 1000 جهاز. كل ما الموضوع بيكبر كل ما العملية بتبقى مكلفة اكتر. تخيل كده انت عندك شركة فيها 1000 يوزر مثلا، فانت محتاج الـ1000 يوزر دول عشان يعرفوا يوصلوا للويب سايتس اللي على الانترنت، والويب سايتس اللي على الانترنت يعرفوا يردوا عليهم، لازم يبقى عندك 1000 ريجسترد اي بي، 1000 ريل اي بي. ده لو الاي بي بجنيه ورحت قلت لصاحب الشركة اللي انت بتعمل له الديزاين والشغل بتاعه ان انت محتاج 1000 اي بي، فمحتاج 1000 جنيه اي بي هات، لا طبعا، يعني ده ممكن يولع فيك. فالعملية دلوقتي ان انت محتاج توفر في الجهة دي كمان، يعني محتاج توفر في الاي بي هات. فقالوا ايه؟ قالوا احنا هنختار مجموعة كده من الاي بي هات هنقول عليها الـ Private او الـ Local IPs. وتقدر تقول ان الـ Private IP ده كمان بقى Free IP، يعني ببلاش. بس مفيش حاجة بتيجي ببلاش كده من غير ما يبقى قدامها حاجة. قالك هو ببلاش فهو مش ريجسترد. معنى ان هو مش ريجسترد يعني مفيش حد على الانترنت بياخده، يعني ما بيتسجلش باسم حد، تمام؟ فمعنى ان هو محدش بياخده، ما بيتسجلش باسم حد، ان محدش بيعرف يوصل له عن طريق الانترنت تيبل، ملوش سكة محددة، وبالتالي ينفع يتكرر. شايفين انا عمالة اقول كلام غريب جدا؟ يعني انا جوه شركتي مثلا هستخدم الاي بي هات اللي هي من شبكة 10، حلو كده،
ممكن شركة تانية تستخدم نفس اي بيهات شبكة العشرة، شركة تالتة تستخدم نفس اي بيهات شبكة العشرة، فكده شبكة العشرة في الدنيا متكررة، موجود شبكة العشرة كتير جدا، بس هي مش متسجلة باسم حد، فمتشافة جوه الشركة بس. يبقى كل شركة متستخدمة شبكة العشرة بتقدر تتعامل بأي بيهات شبكة العشرة، نقصد بيها اللي هي بادئة بعشرة، 10.0.0.0، تمام؟ فيبقى كل الناس اللي هي بادئة بعشرة دي بيعرفوا يكلموا بعض، إنما ولا بيعرفوا يطلعوا على الإنترنت ولا حد على الإنترنت بيعرف يوصل له. فأنت تقدر تستخدم منها 1000، استخدم 1000000، بس دول ما دفعتش فيهم فلوس قدام كده ما بتعرفش تطلع إنترنت. فايه ممكن انت تقول خلاص انا التطبيق ده لحد كده فل جدا، انا جوه الشركه بعرف اكلم الاجهزه اللي عندي جوه الشركه ومش محتاج اطلع على الانترنت اساسا ومش محتاج حد على الانترنت يعرف يوصل لي، كل ده ما فيهوش مشكله خالص. بس ما حدش كده، كل الشركات اللي في الدنيا محتاجه انها تطلع على الانترنت. فقال لك ايه بقى؟ قال لك خلاص، قبل بقى ما ندخل في الخلاص ده تعالوا نعرف ايه هي البرايفت IPs. دي يا جماعة الرنجات بتاعت ال private IPs اللي هي قلنا ان انا ينفع استخدمها for free، بس قدام كده ما بتطلعنيش على الانترنت، يعني معرفش يبقى جهازي واخد IP من دول وافتح ويب سايت على الانترنت. فال IP-هات دي هي شبكة العشرة كلها، اي حاجة بادئة بعشرة، عندك من اول 172.16 لحد 172.31، يبقى 172.16 اي حاجه، اي حاجه 172.17 18 19 معاك لغايه 31 اي حاجه، كل ده فري. وعندك ال 192.168 كلها، كل الشبكات اللي في كلاس سي اللي بادئه 192.168 كلها فري، وما بتتعملهاش ريجستر وما بتتشراش او ما بتتباعش. زي ما انتوا شايفين ان عندك في كل كلاس رينج معين برايفت او لوكال، زي ما اتفقنا برايفت او لوكال يعني بيتكلم في حدود الشركه، كل شبكات الشركه بتعرف تكلمه، انما ما بيعرفش يعدي حدود الانترنت. ففي كلاس A عندك شبكه واحده بس برايفت اللي هي شبكه العشره، في كلاس B عندك 16 شبكه اللي هم من اول 172.16 لحد 172.31، وعندك في كلاس C الشبكات اللي بادئه 192.168 كلها، وده معناه ان دول 256 شبكه اللي هم من اول 0 1 2 3 4 لحد 255. يا ريت عشان تفهموا الجزئيه دي اكتر، جزئيه الكلاسز، ارجعوا للفيديو بتاع الكلاس فول ادريسنج او الديفولت ادريسنج، وهحط لكم ان شاء الله اللينك بتاعته في اخر الفيديو ده في الاند سكرين. دي يا جماعه كده الرنجات بتاعه ايه البرايفت او اللوكال اي بيز. تاني بنقول private او local IP معناها انه IP بتستخدمه ببلاش بس ما بيطلعكش انترنت، دول الصفتين الاساسيتين في ال private IP. الصفة الاولانية حلوة انك بتستخدمه ببلاش، بس الصفة التانية وحشة ان هو بيطلعنيش انترنت، وما فيش شركة النهاردة في الدنيا ولا بيت ولا صغيرة ولا كبيرة مش عايزة تطلع انترنت. فقال لك البديل لكده انك تستخدم باقي الرينجز اللي هي مش موجودة قدامنا هنا اللي هي الريل، بس قلنا دي فيها برضو صفتين، ان هي بفلوس، وتاني صفة فيها ان هي بتطلعني نت. فكده الصفة الاولانية وحشة ان هي بفلوس، والصفة التانية كويسة ان هي بتطلعني انترنت. فمعنى كده ان انا كل ما باجي اكسب حاجة بخسر حاجة. قال لك عشان تكسب معظم الحاجات انت دلوقتي هتشتغل بنظام النات اللي هو Network Address Translation، وده ان شاء الله هيبقى التوبيك اللي انا هكلمكم فيه في الكذا فيديو اللي جايين، اللي هو ازاي اقدر اعمل ناتنج. ايه هو النات؟ قال لك تعريف النات ببساطة ان هو Mapping IP Address to another IP Address، يعني فكرة المابينج ان هو زي ما يكون هيشيل IP ويحط IP مكانه ويحفظ العملية دي. بمعنى خلينا اوريكم رسمة بسيطة كده توضح لكم العملية. زي ما انتوا شايفين هنا احنا عندنا كلاينت واخد برايفت اي بي تبع شبكة كلها برايفت، وده الراوتر بتاعي. تاني بنقول بما اننا في سيسكو كورس فاحنا دايما السيرفر بتاعنا بيكون هو السيسكو راوتر شخصيا، فالنات سيرفر بتاعنا في الكورس بتاعنا هيكون هو السيسكو راوتر برضو، فده شغال راوتر وفي نفس الوقت هيكون شغال معانا نت سيرفر.
فانت معاك هنا الكلاينت ودي الشبكة البرايفت بتاعتك وعندك الانترنت. لو انت دريت كلمة نت دي كده يبقى شبكة العشرة دي ما بتعرفش تطلع اصلا انترنت، يبقى هي بتكلم الناس اللي في حدود الشركة بتاعتي، انما اصلا مش هتعرف تعدي الراوتر وتوصل للانترنت. مجرد ما تشغل ده نات سيرفر، وهنتعلم بقى ازاي نشغله نات سيرفر، هتبقى شغلته ان هو لو الداتا طالعه فيها سورس اي بي شبكة العشرة، اول ما توصل للنات سيرفر يشيل السورس اي بي البرايفت ويبدله بسورس اي بي جديد من عنده انت اللي هتبقى معرفه عليه بابليك 201.1.1 مثلا، ده انت بتبقى شاريه ومعرفه للنات سيرفر، او مش شاريه زي ما هنقول بعد كده عندنا طرق كتير جدا للنات سيرفيس دي. فاللي هيحصل دلوقتي ان الاي بي اللي ما كانش بيطلع نت اتبدل باي بي تاني بيطلع نت، فقدرت كده توصل للويب سايت اللي انت عايزه. يقدر الويب سايت ده يرد على الميتين، وشغلة النت سيرفر ان هو يرجع الميتين دي لاصلها اللي هو كان 10.1.1.1 عشان تقدر توصل للجهاز اللي كان باعت الداتا من الاول. يبقى دلوقتي النت سيرفر شغلته انه يشيل البرايفت اي بي ويحط ريل اي بي، ويرجع بعد كده يشيل الريل اي بي ويرجعه لاصله برايفت اي بي. العملية دي كده اسمها مابينج، ان هو بيعمل مابينج من برايفت لريل ومن ريل لبرايفت. ده اللي انت المفروض هتتعلم ازاي تعمله، ازاي تقدر تشغل النت سيرفر ده ان هو يشيل الاي بي ده ويحط الاي بي ده ويشيل الاي بي ده ويحط الاي بي ده. طب انا استفدت ايه لما انا دلوقتي كان عندي اي بي برايفت شلته وحطيت اي بي ريل، وبعدين شلته ومش عارفه حطيت اي بي برايفت؟ يعني فين الفايده؟ ما انا برضو هدفع فلوس. قال لك لا، ما هو مش بنفس العدد. يعني انا لو عندي هنا 100 يوزر واخدين برايفت اي بيز، ممكن اشتري لهم اي بي او اتنين، وهنتعلم ان انا ممكن كمان ما اشتري لهمش اي بي هات خالص، واستخدم الاي بي اللي هو السيرفيس بروفايدر او اللي موفر لي الخدمه بيدهوني وبيغيره، فما بياخدش مني عليه فلوس. فايه، فهنتعلم الحته دي كويس قوي. فبكده هبقى وفرت، بدل ما انا كنت المفروض اشتري 100 اي بي لل 100 يوزر، فلا ده انا هشتري اي بي او اتنين وممكن ما اشتريش خالص. فده كده هيوفر لي توفير جامد جدا. في استخدامات كتير للناتينج، بس ده هو اشهر استخدام فيهم كلهم، ده ان انا اقدر ان انا اطلع على الانترنت عن طريق الناتينج، وان انا اوفر جامد جدا في الاي بيات اللي كانت المفروض تستخدم. في عندي انواع كتير من الناتينج، في عندي الدايناميك وفي عندي الاستاتيك اللي هو الاي بي اللي انا هعمل دلوقتي ماب ان انا في اي بي برايفت هياخد اي بي ريل، يا ترى ياخد اي بي ريل ولا اي بي ريل معين؟ لو اي بي ريل معين يبقى ده ستاتيك نات، لو اي اي بي ريل وخلاص يبقى ده دايناميك نات. لو انا قدام كل اي بي برايفت محتاجه اي بي ريل يبقى ده نات عادي، انما لو انا قدام كذا اي بي برايفت، يعني ماني ماني اي بي برايفت هياخدوا اي بي واحد ريل، فده اسمه كده بات. فعايزين برضو نعرف ازاي اعمل نات وازاي اعمل بات، والبات بيسموه نات اوفرلود. وزي ما في ستاتيك نت ان هو ياخد اي بي معين قدام اي بي معين، لا في ممكن كذا اي بي برايفت، كذا اي بي لوكال من اللي ببلاش ياخدوا اي بي واحد ريل، فده برضو اسمه بات بس ستاتيك بات. انا هنا كده قلت لكم باختصار ايه هو البرايفت اي بي، وايه هو النات، وايه هو انواع النات الدايناميك والستاتيك، ويعني ايه نات ويعني ايه بات من غير تفاصيل. كل ده لازم تبقوا عارفينه كويس قبل ما ان شاء الله ندخل في الفيديوهات الجاية العملي، اللي هي ازاي انفذ الناتينج وازاي اعمل نات وبات على الراوتر السيسكو، ونتفرج عليه هو فعلا بيحول الاي بي من برايفت لريل، وناخد الطرق المختلفة وازاي اطلع باي بيهات قليلة انا شاريها، وازاي اطلع باي بيهات انا مش شاريها اساسا واوفر اكتر واكتر، وتفرق في ايه معايا، ويا ترى كل ما الايباد الريل زادت ولا قلت احسن، ويا ترى لو قللتها خالص هتضر في ايه، ويا ترى امتى اشتري ايباد كتير وامتى اشتري ايباد قليله. كل ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، فتابعوني ان شاء الله واعملوا سبسكرايب واعملوا النوتيفيكيشنز بحيث انها تقدر توصل لكم في كل وقت باذن الله. شكرا ليكم وجود لك.